أنا عارف طبعاً الظروف والحالة النفسية اللي حضرتك بتمر بيها، بس في حاجة لفتت انتباهي في تحقيقات النيابة معاكي وعايزة أتأكد منها. أنت قلت إن كان في حد مستني في الشارع وهو اللي بلغ حمدي واللي معاه بإن يحيى طالع الدار، صح؟ أيوه. إزاي؟ يعني إيه إزاي؟ قال لهم إزاي؟ كلمه مع التليفون بالموبايل، هيقول له إزاي يعني؟ حضرتك متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ أيوه طبعاً متأكدة، أنت بتسألني ليه؟ لأن حمدي واللي معاه ما كانش معاهم أي موبايلات. يعني إيه الكلام ده؟ مش فاهم. حمدي لما وصل للمستشفى أنا اللي فتشته بنفسي قبل ما يدخل الإنعاش، وما كانش معاه أي موبايلات، ولا حتى مع زمايله اللي قتلهم يحيى كان معاهم أي حاجة، والدار أنا اللي استلمتها بنفسي من المباحث الجنائية بعد ما خلصوا شغلهم. وفتشوها وفتشوا الشارع كويس قوي مكان ما وقع حمدي ويحيى، وما كانش فيه أي حاجة. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا شايفاه بعيني بيرد على الموبايل. الدار ساعتها ما كانش فيها إلا ثلاث موبايلات بس. موبايلك وموبايل عبد العليم وموبايل شيماء. ايه اللي انت بتقوله ده يا حضره الظابط؟ انت عايز تقول ان بنتي كانت عايزه تقتل يحيى؟ ايه الجنان ده؟ يا هانم انا ما بتهمش حد، يا ريت بس حضرتك بعد اذنك تهدي شويه. انا في حقيقه قدامي عايز افهمها معاكو، خصوصا ان الدكتوره كانت موجوده وقت الجريمه، وهي اول واحده كانت موجوده وقت وقوع حمدي ويحيى. ده اللي انا شفته، وانا كنت فاكراه بيطمن على يحيى. سياده العميد حازم صقر. هو حازم ده مش صاحب يحيى؟ ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ اكيد كان عايز يسلم الموبايل. وما سلموش ليه لحد دلوقتي؟ بس انت ما شفتهوش بعينك وهو بياخد الموبايل، صح؟ لا ما شفتوش. شكرا يا دكتوره سلمى، على اذنكم. اتفضل. وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ هكمل شغلي بعد اذنكم. اتفضل. حازم بيعمل كده ليه؟ هو مش المفروض ان هو صاحب يحيى؟ وهي كلمة صاحب يعني يا مامي بقى ليها معنى في الزمن اللي احنا فيه ده؟